كنرحبوا بهاد البادره الطيبه ديال الاخوان ديال المكتب ديال مستخدمي الشركه الوطنيه للنقل واللوجيستيك انهم التحقوا بهاد المنظمه العريقه اللي حنا بدورنا كمكتب وطني للمهني النقل الطرقي غادي نشرفوا يعني بشكل مباشر مع الاخوان ديالنا ديال المكتب اللي غادي يتاسس المشاكل اللي كتخص المهنه والمشاكل اللي كتخص يعني هاد الشريحه من المستخدمين ديال قطاع النقل الطرقي للبضائع. حنا بدورنا كنبغيو نحييو هاد البادره ديال اليوم، والحمد لله ان الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل هي منظمه اللي معروفه بالنضال ديالها المستمر، خصوصا من بعد تاسيس المكتب الوطني للمهنيين النقل الطرقي قدرنا اننا نحقق يعني بزاف ديال المكتسبات لفائده الشغيله ديال هاد الشريحه ديال المجتمع اللي حنا كنعتبروا راسنا ونقولوها يعني بواحد الجراه اننا كنشكلوا يعني واحد الحلقه مهمه في الاقتصاد الوطني. هادو مستخدمين ديال الشركه الوطنيه للنقل واللوجيستيك، حتى هما بدورهم كيقدموا يعني واحد الخدمه اللي جليله لهذا الوطن، وحنا بدورنا بغينا نتمنوا يعني هذه المجهودات ديالهم في اطار هذا التنظيم النقابي اللي مستقبلا الحمد لله غادي يخدموا على المطالب ديال هذه الشغيله هذه. اختارينا السي دي تي على بعد مجموعه ديال التشاورات والاجتماعات اللي كانت مصيريه باش نختاروا السي دي تي، كان لان عندنا واحد المجموعه ديال المشاكل واكراهات. اول حاجه بالنسبه للسائقين عندهم المشكل ديال الاندماج في القانون الاساسي، وبالنسبه لاصحاب الاخوان اللي عندهم كونترا اكتويل عندهم واحد المجموعه ديال الاكراهات. ناهيك عن المستخدمين بصفه عامه اللي غيكون فيه واحد التعديل ديال القانون الاساسي اللي هو الحلقه اللي مفقوده لاخر مره كان تعدل القانون الاساسي كان في كنظن في 2006. الاكراهات المعيشيه والماديه اللي ترتبات من 2006 ل 2024 كتفرض على الشغيله والمستخدمين انهم يناضلوا، والسي دي تي هي شريك الشركه الوطنيه للنقل واللوجيستيك بالارتقاء بالمستخدمين، والشركه هي تكون ان شاء الله عندها افاق اللي هي كبيره لان عندها تاريخ كبير في هذا المجال ديال النقل واللوجيستيك.